بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الجزئية دي على الفيرب بروبوزيشن، الفعل وحرف الجر اللي بيجي بعده. طيب، أول سؤال معانا بيقول لك I talked Mr. Ayman several times today. We are working on the final revision. احنا بنجهز في الفاينل ريفيجن، فأنا تحدثت إلى المستر أيمن، يبقى I talked to. talk to يتحدث إلى، لكن talk about تحدث عن. I didn't talk about you. أنا لم أتحدث عنك. نوها graduated not low. بص، ما تيجي مترجم لك او اقول لك الافكار الاول. graduate from يتخرج من الجامعه بعدها. graduate in المجال بعدها. graduate as الوظيفه. او graduate to be وبعدين وظيفه. بمعنى نوها graduated from Cairo University in medicine في مجال الطب as a doctor to be a doctor. حلو. طيب الراجل هنا بيقول لك لو القانون، والقانون ده مجالي، بقى in low. I applied the job although I don't have enough experience. انا تقدمت الى الوظيفه، تقدم لوظيفه اسمها apply for a job، لكن تو بنجيب بعدها الشخص، الجهه يعني اللي انت مقدم لها. If you don't succeed in your job as a teacher you will need to reinvent yourself something else. لو انت ما نجحتش في وظيفتك فانت ممكن تعيد تاهيل نفسك كشيء اخر، كطبيب، كدكتور، كمهندس. سوري، يبقى reinvent myself as يعني اعيد تاهيل نفسي ك. He translate from English texts to Arabic أو into Arabic، يبقى translate into، بترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، يبقى translate from one language into the other language. The Nile River supplies Egypt. supply Egypt with، يبقى المفروض نحن عايزين هنا with اللي رقم دي. خد بالك انت كان ممكن بدل supply برضو ناخد provide، بس provide هنجيب بعدها with أو provide ونجيب بعدها for. بس الفرق بينهم انك انت هتقول لي provide شخص with شيء، أو provide شيء for شخص. لو أنت عايز تدعم علي بالفلوس يبقى provide علي with money، أو provide money اللي هي الشيء for علي. طيب الجملة هنا بقى بيقول لك رقم 8، we work not a strict employer who never accepts any accuses. مع work حضرتك as بنجيب بعدها وظيفة عادي، I work as a teacher، a doctor كده. work for يعني يعمل، لدى طب work with يعني يعمل مع، هنا مقصود يعمل مع بمعنى ده زميله في الشغل. لو احمد وعلي زمايل بيروحوا الشغل مع بعض يبقى احمد works with علي. طب احمد وعلي بيشتغلوا عند المستر عمر يبقى they work for عمر. طيب فاحنا جملتنا في رقم 8 بتقول بيشتغل مع صاحب شركه كويس يبقى for. you look nervous Mr. Ayman please calm down. تبدو منزعجا يعني ايمن، من فضلك اهدأ. يهدأ اسمها calm down. when I last saw him I learned not he got a job. لاحظ ان انت دي جملة سليمة ازاي، يبقى learn that. learn that يتعلم او يعرف انه. طب يا مستر learn to يتعلم كيف، دي معناها يتعلم كيف، زيها بالظبط learn how to معناها يتعلم كيف. فقولك before you come to school or to university قبل ما تيجي الجامعة you should learn to read او how to read. طيب learn from days مثلا يتعلم من الايام، learn from Mr. علي يتعلم من المستر علي وهكذا. most people use Google Translate to translate texts any language to read it in their native language. بقول لك ان الناس بيستخدموا جوجل عشان يترجموا النصوص من اي لغه الى لغتهم، يبقى من، انت هنا عايز من يبقى from. the number of tourists has increased not 10. بص increase in a by a من الاخر كده معناها زياده في كذا بنسبه كذا. مثلا على سبيل المثال in prices في الاسعار by 10% في الاسعار بنسبه 10%. في جملتنا هنا بقى بقول لك هو بيقول لك 10%، يبقى انت هتقول له by 10% last year. طيب الجمله اللي بعد كده بقول لك it's better if you apply writing. apply in writing يتقدم كتابه، لكن apply for a job يتقدم لوظيفه. apply to Mr. سامي انك تتقدم ورقك لمستر سامي عشان يشغلك. نوها graduated a lawyer يعني تخرجت كمحامية. احنا قلنا from الجامعة in المجال as الوظيفة و to be والوظيفة بعدها، هو مديني هنا a lawyer وظيفة يبقى as a lawyer. طيب she is always. طب بس قبل ما حل دي عايزك تاخد بالك انك ممكن تستخدم كلمة graduate دي كاسم، بمعنى لو انت قلت لي مثلا منى graduated from كايرو يونيفرسيتي يعني تخرجت من جامعة القاهرة. حلو، ممكن تقول لي منى
is a graduate of Cairo University. بمعنى انك انت بتقول منى تكون a graduate of يعني خريجة من جامعة القاهرة، لكن graduate تخرج ده verb لكن ده noun. وعلى فكرة graduates لو انت قلت لي graduates of science يعني خريجي العلوم اسم يعني، فانت انا بتقول she is always boasting her high marks، هي دائما دائما تتفاخر بدرجاتها العالية. يتفاخر بيه اسمها boast of و boast about. حلو، فالراجل مديني about فعلا ومديني of فعلا، يبقى ايه and be. لكن انا ممكن استخدم boast ذات واجيب بعدها جملة in Britain the government provides all citizen full health care. provide الشخص with الشيء يبقى with. طيب in Britain the government provides الشيء اللي هي full health care اللي هو الشيء، فانت عايز for الناس يبقى هنا for number 7 ناخد for اللي هي بي. طب 8 it is not honest to work the interests of the company for which you work. بقولك انك من غير القانوني انك تشتغل ضد اهتمامات الشركة، انك تعمل حاجة ضد الشركة يبقى against. لكن فور لو انت مخلص وعايز تشتغل بأمان. I sold my car 125,000 pounds. انا بعت العربية بتاعتي بمبلغ كذا، يبقى فور sell اكتب لك ديت sell a car for المبلغ buy a car at وتروح كتب لي price low high كذا. Sama has learned nothing not what happened to her friends. Sama لم تتعلم شيء، لم تعرف شيئا عن ما حدث عن، يبقى about. الترجمة يا جماعة بتحل مشاكل كتير. A physician اللي هو الفيزيائي الدكتور خصوصا البطن يعني works patients دكتور بتعامل مع، يتعامل مع اسمها work with. خد بالك كده work with معناها يعمل مع زميل زي ما قلنا. حلو، طب work with معناها يتعامل برضو مع. على سبيل المثال as a math teacher كمدرس رياضيات I work with numbers بتعامل مع الأرقام. وفي work on بالمناسبة السعية دي اللي معناها improve يعني يحسن، واللي معناها برضو convince يعني يقنع. I applied not Cairo University to do postgraduate studies. أنا تقدمت إلى الجامعة، تقدم as تقدم إلى اسمها apply to. apply to زي ما قلنا الجهة اللي أنت مقدم فيها أو الشخص اللي أنت مقدم له، لكن apply for a job. You'd better اللي هي you had better concentrate on the task in hand. concentrate on the task. على فكرة كان ممكن يقول لك concentrate to do the task. رقم 4 don't worry I will pay the meal. pay يدفع ثمن الشيء اسمها pay for the meal. امال انت ناخد pay to لو هنجيب شخص بعدها. على سبيل المثال I paid انا I paid انا دفعت يعني 10 pounds. بص بقى الحته دي to دفعتهم to Ali for the meal. بمعنى ان انا دفعت 10 باوندس 10 جنيه الى علي لاجل الوجبه. طيب ارجع كده لجملتك اللطيفه اللي انت بتحل فيها، انت خدت لي هنا مين فور. طيب فانت قلت لي dont worry I will pay for the meal اللي هو الشيء يعني هدفع ثمن الشيء. طيب اللي بعد كده I learned not to drive انا اتعلم drive sorry انا اتعلمت القياده، يبقى learn to drive اتعلم كيف يقود او زي ما قلنا قبل كده او how to drive. ادي تو قدامك و how to يعني A and C. طب رقم 6 the number of successful students rose from 95 to 115. يبقى من إلى، يبقى أنت هتقول to عشان أنت عايز إلى. the Arabic Tunis translate the English Tunisia. كلمة تونس تترجم ك الكلمة الإنجليزية تونس، يبقى as Tunisia يعني translate as اللي بتساوي كلمة means أو equals مثلا، ممكن نقول equals تساوي يعني. طيب بعد كده I hope all people will benefit the latest development. يستفيد من اسمها benefit from. وخد بالك انت ممكن تقول benefit from ممكن تقول لي benefit of، بس انت لو قلت لي benefit of المفروض تقول قبلها a benefit of. دي معناها فائدة من فوائد يعني، دي كده اسم. لكن benefit from ده verb بمعنى يستفيد من.
فانت في الجمله بتقول I hope all people will benefit from، اتمنى ان كل الناس سوف يستفيدون من the latest development. طب نوها graduated the faculty of law، يبقى انت كده مديني الجامعه، يبقى انت عايز from، يبقى graduate from. She posted her grades or the best at school. خد بالك بقى في الحته دي كده، عشان الحته ديت لطيفه. her grades درجاتها تكون الافضل، يعني دي كده يا مستر جمله سليمه، فتروح انت نازل زي الشاطر مختار له ذات بوستد ذات. لكن ممكن اقول بوست اوف واباوت هير سكسس مثلا، يعني تفاخرت بنجاحها. الامتحان الرابع this solution doesn't apply your case which is completely different. هذا الحل doesn't apply، بص بقى دي كده اكتب بالازرق apply to a مثلا university، يتقدم الى جامعة. apply for a job as a doctor، يتقدم لوظيفة كطبيب. apply in، انا حبيت اعمل لك باكينج قبل كل الابلايات اللي احنا خدناها. apply in writing لا معناها يتقدم كتابة الى، حلو. طيب apply to اللي معناها يسير على، ينطوي او ينطبق على، تمام. طيب فانت بتقول لي هذا الحل لا ينطبق على حالتك، في حالتك غريبة ونادرة وانت حظك زي الزفت، يبقى apply to. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 2 parents usually tend to، مباشرة tend to المصدر، tend to make الرقم دي يميلون الى. I have learned انا تعلمت your illness only today، انا لسه عارف موضوع مرضك ده النهاردة والله. learn of اللي معناها يعرف عن، لكن learn how to يتعلم كيف، learn from يتعلم من. على سبيل المثال I have learned of your illness from Mr. عمر، عرفت عن مرضك من مستر عمر. طيب your account seems not be hacked into، بقول لك ان الحساب بتاعك يبدو انه، حتة سيم دي هنشرحها بالتفصيل علشان دي موجودة في الكتاب بتاع الارشاد اللي هم بعته لكم ده. المهم بيقول لك your account seems to، المصدر seems to come او seems to be hacked زي ما هو جايب لك كده. المهم seem to Bedouins suffer not the desert، البدويون يعانون في الصحراء، يبقى انت عايز ان. امال امتى suffer from؟ لو انت عايز تقول يعاني من، suffer from poverty مثلا، يعانون من الفقر. الجملة اللي بعد كده I never talk not my private affairs with people I do not know well، انا ما بتكلمش عن الامور الخاصة بتاعتي مع الناس التانية، الناس الغريبة يعني. يبقى انا لا اتحدث عن، يبقى talk about and talk of، زي ما كانت في اول جملة تقريبا كانت كده talk about يتحدث عن، talk of يتحدث عن، طب talk to يتحدث الى. وعلى فكرة ممكن نستخدم to او with. طيب يبقى I never talk about or talk of my private affairs معناها ما بتكلمش عن. Mothers dedicate their whole life their children، الأمهات يكرسن حياتهم إلى أطفالهن، يبقى to. You can email me، والإيميل بتاعي at طبعا أصلا at دي at أصلا، فإيميل me at وتروح مديني الإيميل. I bid a mechanic not repair my car، أنا دفعت فلوس للميكانيكي لكي يصلح سيارتي، يبقى to. This small flat doesn't work my family، هذه الشقة الصغيرة لا تناسب لي شقتي، يبقى لأسرتي، يبقى فور. طيب يبقى work for دي عشان نحط نقطة على الحروف كده، قلنا معناها قبل كده يعمل، لدى work for يعني يناسب. طب work on بتساوي improve يعني يحسن، work on معناها شغال في مشروع معين، work on a project، work on معناها يقنع. I am trying to work on my father to give me money. طب work with يعني يعمل، لدى او ينفع لي، او لا مش ينفع لي، معناها يعمل او يتعامل مع، بمعنى my father is a doctor he works with patients، بتعامل مع المرضى. طيب ارجع تاني للخمسة بقى كده I have learned a lot the hardships I have faced، انا تعلمت كثيرا، بص بالعربي انت بتقولي من الصعوبات، يبقى from. لكن to overcome أن أتغلب على الهاردشيبس، أو how to overcome
اللي برضو معناها كيف انا اتغلب على الصعوبات. Are you for or against experimenting animals؟ هو انت مع ولا ضد فكرة ان احنا نجرب على الحيوانات؟ يبقى experiment on و experiment with اللي معناها يجري تجاربا على، انا قدامي with وقدامي on، يبقى كده ايه اند بي. The goat escaped the farm، المعزة هربت من يبقى from the farm. The goat escaped a hole in the fence، المعزة هربت من خلال، انت بتقول ايه؟ من خلال فتحة في السور، يبقى through. وبالمناسبة ما ننساش ان كلمة through بتساوي via، برضو ممكن تجي في القطعة. Mr. Sammy is still working the financial accountants of the company، مستر سامي ما زال بيشتغل في، بيحسن من، يبقى work on. Work on the financial accounts، work on a project يعني يعمل في مشروع. طب ليه ما ناخدش work for؟ هو شغال عند الحسابات اللي هو شغال فيها. طيب اللي بعد كده، the truth thinkers argue the equality of all people in rights and duties، المفكرون الحقيقيون هم الذين يناضلون لأجل، يبقى argue for، يناضل لأجل. طب argue with يعني يناضل مع. don't argue with me for money، لا تناضل معي لأجل النقود. true thinker argue the inequality اللي هي الظلم، يبقى يجادلون ضد الظلم، يبقى against. رودينا is always arguing سما، دايما تجادل مع سما، يبقى arguing with سما. رودينا دايما تجادل مع سما. خد بالك انا عايزك تجيب من هنا كده من 6 و7 و8 تاني واحده بواحده كده، عايزك تفهم. انت قلت لي هنا argue for معناها يجادل لاجل، طب التانية 7 argue against يعني يجادل ضد، طيب argue with معناها يجادل مع. طب ايه الفرق بين with و against؟ against فكره، لكن وز شخص. طيب على سبيل المثال عايزين نبني بيت في الشارع، فانت ضد فكره بناء البيت، فتقول مثلا ارجيو اجينست بيلدينج ذا هاوس. طب مع مين بقى بتجادل؟ مع جيرانك، يبقى وز نيبرز. طيب اي ثينك او اي didn't ثينك اي didn't لايك ات وين هي سبوك مي انجرلي ان بابليك، انا ما حبيتش لما هو تكلم تو مي الي، ولا وز مي الي او معي، ولا اباوت مي يعني عني، بغضب امام الناس. ما هم كلهم حلو، انا زعلت لما هو اتكلم معايا او اتكلم عني بغضب قدام الناس. I was impressed her ability to argue her points well، انا كنت منبهر بي، منبهر بي اسمها impressed with، to be impressed with معناها ان تكون منبهرا بي. كده احنا خلصنا يا جماعه الخمسين جمله دول، برضو الحمد لله الوقت مش كتير، ما طولناش فيهم. هنحل برضو الجزئيات الباقيه حته بحته كده علشان تخلصهم كلهم، يبقى الكتاب كله كامل. الكتاب هو بمثابة يعني مرة لطيفة جميلة كده على كل النقاط اللي في الوحدات، أنا شايف إنها مظبوطة يعني ما عدا الكلمات اللي في الأول. أتمنى لكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.